الأخوات والميراث، الأخوات بيقطعوا صلة الرحم وبيقطعوا في بعض عشان الفلوس. قصة النهاردة حسب ما حكيتها مدام ميرفت بدأت بظلمة من أبوها لواحد من أخواتها كان مسافر برا مصر بيحوش مع الأب فلوس تعبه وشقاه وغربته. الأب بيستثمر الفلوس دي بيشتري بيها أرض. لما رجع الابن وطلب من أبوه حقه، الأب قال له إيه؟ قال له أنا هديك بس الفلوس اللي أنت بعتها. طب يا بابا ده انت اشتريت بيها ارض، والموضوع ده من سنين، يعني الفلوس اشتغلت وسعر الارض غلي. برضو الاب صمم على موقفه وقال له هتاخد الفلوس اللي بعتها وبس. لما الاب بقى فاق متاخر قرر ان هو يوزع على ولاده ثروته بالعدل وبالتراضي، ظهر ابنه الصغير اللي عايز يكوش على كل حاجه. ده حسب روايه مين؟ مدام ميرفت. فخد الأب اللي كبر في السن ما بقاش في كامل وعيه ولا في إرادته عشان يقدر يمضيه على أي ورق هو عايزه عشان يكوش على نصيب إخواته، وفي نفس الوقت تبقى كل تصرفاته سليمة قدام القانون. الغريب بقى واللي صدمنا في نفس الوقت إن الأب ده والد مدام ميرفت مات. تخيلوا، مات بعد ما صورنا معاها التقرير، مات من غير ما أولاده يشوفوه يشبعوا منه. طب يبروه قبل ما يموت، ومن قبل ما احنا كمان نحاول نساعدها ونخليها تشوف أبوها أو نجيب لها حقها. ماتوا هم مقهورين عليه ومحرومين منه. وزي ما في أخ من أخوات مدام ميرفت مات بحسرته قبل ما نصور التقرير ده بيومين وكان نفسه يشوف أبوه، دلوقتي بقى الأب هو كمان مات، ما كناش مصدقين، كلهم اتحرموا منه.